ألكسندر ستيبانوف، ما الذي تمثله هذه الخطوة بالنسبة لكم؟ أتحدث فيما يخص التعامل العسكري في ميدان المعركة، هل تنظرون إلى أن الدعم قد تزداد وتيرته وقصد الأوروبيون ذلك؟ في البداية لابد أن نحلل ما هي الأغراض الرئيسية من هذا الاجتماع. كما ذكر بوريل وكوليبا السيد وزير الخارجية الأوكراني أن هذا اللقاء تاريخي، وهو اللقاء الأول خارج حدود الاتحاد الأوروبي، والأمر يبدو أنه بعض البيانات لتحقيق وتعزيز المعنويات والروح النفسية في أوكرانيا. وكما نعلم أن الكونغرس لم يمرر الموافقة على 24 مليار دولار من المساعدات المقدمة لأوكرانيا، فهذا يؤثر على الحالة النفسية والمعنوية. وما نتائج هذا الاجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، حيث أنه لم يكن هناك من قبل الموافقة على توحيد المساعدات المقدمة لأوكرانيا الواصل حجمها 24 مليار دولار، فبالتالي لا يوجد أي شيء نتوقع أن يحدث خلال هذا الاجتماع. إضافيا ربما تكون هذه مساعدة نفسية فقط ومعنوية، لأن ما ذكره بوريل وفي وقت مبكر أن هناك إعداد لأربعين ألف مقاتل أوكراني، هم لا يعتنون بأمرهم ولا يعتنون سواء ما كيف يضحون بأرواحهم في سبيل مطامعهم وطموحاتهم. ربما تكون هذه الحرب هي الأرخص بالنسبة للولايات المتحدة، لأن جنود الولايات المتحدة لا يقتلون ولا يضحون بأنفسهم في هذه المعركة، لأن الأوكراني هم من يضحون بأنفسهم وأرواحهم. والنتيجة، ما هي النتيجة؟ لم يأتي كافة وزراء الخارجية إلى هذا المؤتمر في كييف. على سبيل المثال من بولندا الوزير لم يأتي، ونحن على دراية أنه في الوقت الراهن هناك توترات بين كييف وبولندا، وأيضا هناك بعض الخلافات المتعلقة بكثير من المجالات، وأيضا لا يوجد دعم عسكري كافي لأوكرانيا من جانب بولندا بسبب هذه الخلافات، وأيضا هناك بعض الأزمات اللوجستية. فبالتالي سوف نرى ما يسفر عنه هذا الاجتماع. لكن سيد ستيبانوف، يعني روسيا تنتقد تزايد وتيرة أو استمرار وتيرة الدعم العسكري الغربي والأوروبي المقدم لأوكرانيا، وفي نفس الوقت تقول بأن هناك شرخا في صف الداعمين لأوكرانيا. ألا تبدو الرواية الروسية رواية غير متجانسة فيما يخص الدعم الذي يقدم لأوكرانيا، والذي هو إليه ترد مسألة الصمود الأوكراني؟ بالطبع دول الغرب تحاول أن تساعد وتقدم مزيدا من الدعم إلى أوكرانيا لانتصارها، لكن حتى الآن لا يوجد أي نتائج إيجابية من هذه الهجمة المضادة الأوكرانية، ولكن أنفقت المليارات على هذه الحرب. نحن نتحدث عن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن لم تسفر عن أي نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع. فكل هذه المكونات التي شاركت في هذه الحرب لم تحقق أهدافها، هناك الكثير من الإصابات والخسائر، وبالطبع سوف يحاولون من استفزاز القوات الروسية في منطقة البحر الأسود. هناك محاولات لتنظيم عمليات إرهابية هجومية على شبه جزيرة القرم، وبالطبع الحلفاء منا يتفهمون أن بريطانيا من أحد كبرى الداعمين لهذه العمليات، وبالطبع الستورم شادو التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى بولندا أو إلى أوكرانيا تعتبر خطوات تصعيدية، ونحن يجب أن نتفهم هذا الأمر بناء على هذا التحليل. الجنود الأوكران والشعب الأوكراني هم من يدفعون ثمن هذه الصراعات، هم لا يعتنون بما يحدث في منطقة البحر الأسود، لأن البنية التحتية لتلك الدول في مجال البنية التحتية العسكرية تدمر.